للحديث عن المعاناة التي يعيشها المدنيون في العراق والموصل بشكل خاص في ظل تقارير حقوقية ترفع عن الواقع المعاش، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أستاذ حسين، مرحبا بكم. يعني بحسب مرصد أفاد، فإن المدنيين في الجانب الأيمن تحديدا من مدينة الموصل لا يزالون يعانون أزمات مركبة، لكن هنا إلى ما ترجع تفاقم هذه الأزمات وعدم إيجاد حل لها منذ عدة سنوات؟ يعني إذا أردنا أن نوجد في السبب الرئيسي لهذه لأزمة مدينة الموصل وخاصة المدينة القديمة، حي الإقليعات والميدان وهذه المناطق، أعتقد هناك سبب. يعني السبب الأول هو سبب طائفي. هذه المدينة معروفة تنتمي لأي مكون، والحكومة المركزية تنتمي لأي مكون، والسبب الطائفي هو أحد الأسباب الرئيسية الذي يعني حرم المدينة من إعادة بنائها. السبب الثاني هو الفساد المستشري في كافة دوائر الدولة ومؤسساتها. يعني معلومة اليوم معاملات التعويض والوعود التي جاءت بالإعادة البناء وإلى آخره، وحتى ما خصص من مبلغ، كان الفساد السبب الرئيسي الثاني الذي حرم مدينة الموصل من إعادة بنائها. واليوم منذ 5 سنوات بعد انتهاء المعارك ولحد هذه اللحظة ما زالت المدينة مهدمة على رؤوس ساكنيها، والجثث ما زالت تحت الأنقاض. هذا أمر لا يمكن أن يقبله أي إنسان في أي مكان من العالم. طيب أستاذ حسين، يعني كما تعرفون معاناة المدنيين لا تقتصر على هدم البيوت، عمليات الاعتقال المستمرة أيضا تشكل أزمة كبيرة في حياة المدنيين، لكن بماذا تفسر اكتشاف سجن سري تديره الميليشيات جنوب العاصمة بغداد؟ هل هذه السجون بعلم من الحكومة أستاذ حسين؟ هذه السجون الحكومة تعلم بها ولكنها تغضبر. اليوم ليس سجنا واحدا اكتشف، هو عشرات السجون. لكل ميليشيا لديها سجن تعتقل فيه ناس أبرياء. نعم. وهذا السجن معلوم مستهدف من؟ مستهدف المكون العربي السنة. وآخر تصريح أو تسريب أنه حتى رئيس الوزراء عندما صار كلام عن المغيبين قسريا قال انسوا هذا الموضوع، بمعنى أن هناك تصفية لهؤلاء المغيبين قسريا، وهذه جريمة تضاف إلى جريمة التغييب القسري. نحن أمام جرائم دولية، جرائم منظمة، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية، كل أنواع الجرائم اكتملت وترسخت في العراق ضد هذا المكون. ولكن للأسف أنه لا حكومة مركزية تنصف ولا مجتمع دولي وإقليمي يقوم بمهامه اتجاه هذا المكون. أستاذ حسين، فيما يخص محاولات لهدم جامع الإمام أبو حنيفة النعمان في منطقة العظمية، يعني بماذا تفسر دعوة الميليشيات الولائية لهدم الجامع في هذا التوقيت بالذات وأيضا قبيل الانتخابات؟ يعني أولا هذه الميليشيات هي لا تحمل لا مشروعا إسلاميا، وهي تسمي نفسها بالإسلام، كلها اسم الله وحزب الله وعصاب الله ومن هالكلام هذا. نعم. فهي لا تحمل لا مشروعا إسلاميا ولا مشروعا وطنيا. ما هذه الميليشيات إلا أدوات بيد إيران تستخدمها لإثارة الطائفية بين الشعب العراقي، وخصوصا عندما تقترب الانتخابات يبدأ مستوى الطائفية يصعد لديها لإثارة الشعب وعودة جمهورها إلى هذه الأحزاب التي أفلست بعد ثورة تشرين وجعلت منها دكاكين سياسية مغلقة. بعد هذا الإفلاس هناك محاولات يائسة، قبلها كان على تمثال أبو جعفر المنصور مؤسس بغداد. نعم. واليوم على مرقد الإمام أبو حنيفة، وغدا سنذهب إلى مكان آخر، وهكذا يبدأ التصعيد الطائفي والنفس الطائفي يستمر في العراق. القصة ليست فقط في الانتخابات، القصة في النظام السياسي القائم الموجود. لا يمكن لهذا النظام أن يترك هؤلاء ولا يحاسبهم، علما أن الدستور العراقي يحذر هذا مجرد الكلام بهذا الأمر، ولكن للأسف هذا الدستور لا يطبق إلا في 4 إرهاب ضد مكون بعينه. هؤلاء المجرمين يجب محاسبتهم ويجب إحالتهم إلى المحاكم الدولية، لأنهم قتلوا الشعب العراقي وفتتوا لحمته الوطنية. أستاذ حسين، عندما نتحدث عن المعاناة لابد أن نولي اهتمام للمرأة العراقية. هذه الظروف تتحمل عبئا كبيرا ألا وهي المرأة العراقية، لكن هنا ما الكلفة التي تحملتها المرأة العراقية سواء في المدن التي شهدت عمليات عسكرية أو الآن في ثورة تشرين وما بعدها؟ لا يوجد في العالم العربي والإسلامي مرأة يعني عانت كما تعاني المرأة العراقية
بعد الاحتلال احتلال العراق من قبل الولايات المتحده، فهي فقدت الولد والزوج والابن والمال والبيت ايضا فقدته. كل هذا اصبح عبئا على المراه العراقيه تتحمل تربيه الاولاد وتتحمل مصاريفهم وتتحمل بناء المسكن. نعم. واصبحت مهامها كبيره جدا، اكبر من مهام رجال، لا يستطيع رجال كثير ان يقوموا بمهام هذه المراه. فحقيقه يعني تحيه، كل التحايا لهذه المراه العراقيه التي استطاعت ان تقيم اسره بغياب الاب وبغياب الاخ الاكبر. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.